حمص حي دير بقلبي 7/5/2012 اكتشاف مجزرة جماعية في حي دير بقلبي في إحدى مزارع دير بقلبي. الله أكبر. اكتشاف مجزرة جماعية مركز اعتقال والإجرام لشبيحة الأسد. الله أكبر. حمص دير بعلبي 7/5/2012 اكتشاف مركز للإجرام والتعذيب مجزرة جماعية في حي دير بعلبي. الله أكبر. آثار الدماء حمص دير بعلبي 7/5/2012 مركز اعتقال وإجرام لشبيحة الأسد. الله أكبر. حمص دير بعلبي 7/5/2012 اكتشاف مجزرة في إحدى مزارع دير بعلبي. الله أكبر. حمص دير بعلبي إحدى مراكز الاعتقال والتعذيب شبيحة الأسد. حمص دير بعلبي 7/5/2012 الله أكبر.